يا ابو سيد هيك تفرج شوي رجع بيت خير عبات البيت عبات البيوت كلها والله يا ابننا بريك يلا بعين الله خالتي بعين الله ان شاء الله لا ايش هذه هاي شو يا عم ديروا بعين الله خالتي بدك هيك تضل تصوت هيك بدك البيوت كلها بدك البيوت بعين الله احنا هون بمخيم ارض الامل بزور فلسطين طبعا هذا الصف الصحي مثل ما انتم شايفين قلب كلياته على البيوت البيوت كلياتها طافت وصلنا نحن من الصيف وصلنا مع إدارة المنطقة المتمثلة في المجلس المحلي وبإدارة الآفات تمام؟ طبعاً وثقنا لهم هذا الشيء بفيديوهات وثقنا لهم هذا الشيء بتقارير كاملة ولكن للأسف أنه ما كان في استجابة ما كانت الاستجابة من المجلس أو من الآفات لا المنظمات ما كان في استجابة من عندها تمام؟ هلأ الغرف كلها طايفه غراض الناس كلها طب الشوارع زتتها المخيم انا صلي من نص الصيف وانا عم طالب فيه اداره المنطقه والمنظمات ورافع لهم تقارير ولكن للاسف ما في استجابه هلا اليوم صار في شتاء هلا بتراجع المنظمه او اداره المنطقه بيقول لك والله نحن هلا الدنيا شتاء ما بنحسن نفتح الصرف الصحي هاي المي اللي شايفينها كلياتها انتم عم تجينا من منطقه عزاز الصرف الصحي من الطرف الثاني مكسور من هون هاي الوضع شوفت عينكم شلون الرجارات كلها طايفة شلون عم تقلب على البيوت هاي أرض المخيم كلها مبينة واضحة للإعلام كلياتها تمام؟ ما ضل جهة إعلامية وما ضل جهة تنظيمية وإدارية ومحلية إلا وتواصلنا معها ولكن للأسف ما كان في استجابة فمين معمينا نتواصل مشان نحل هذا الأمر تواصلنا مع الأخوة في الدفاع المدني الله يجزيهم الخير خلال 10 دقائق كانوا متواجدين معنا ولكن ما طلع بالإيد شيء الله يبارك فيكم يحفظكم يا رب فنتمنى الحل بأسرع وقت وهذا الفيديو للمعنيين بالأمر من المنظمات من إدارة المنطقة من مجالس محلية يجوا بأقصى سرعة ينقذوا هالناس هاي من الشيء اللي صاير بالمخيم الله يجزيكم خير ويبارك فيكم يا رب هاي عندنا هون كمان غرفتين هاي واحدة منهم مثل ما نكون شايفين هاي وضع الغرف